صباح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل بعد يعني الأخبار اللي هتحصل النهاردة اللي هنقولها لحضراتكم. يمكن من أهم هذه الأخبار بدء اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل في المدارس وإطلاق مبادرة حق الوطن اللي بتنظمها وزارة الأوقاف، وكمان انطلاق معرض ومؤتمر مصر للطاقة في نسخته 31 وده بمشاركة 12 دولة. تعالوا نتابع التفاصيل. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ المدارس عقد اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل ولمدة أسبوع. الأسئلة تم وضعها وفق نظام التقييم الجديد اللي بيستهدف قياس الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة. النهاردة هتدشن وزارة الأوقاف مبادرة حق الوطن بجميع مساجد مصر ولمدة شهر. المبادرة بتستهدف التعريف بحق الوطن وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره. النهاردة هينطلق معرض ومؤتمر مصر للطاقة Egypt Energy في نسخته 31، وهيستمر لحد يوم 1 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار الثقة في التحول لمستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة. بيشارك في المؤتمر أكثر من 120 شركة عارضة من 12 دولة، بالإضافة لحضور 6500 خبير في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والمستدامة. النهاردة هينظم متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية احتفالية بمناسبة مرور 36 سنة على افتتاحه. هتتضمن الاحتفالية مجموعة من الفعاليات، منها إقامة معرض بيضم مقتنيات صاحبة القصر فاطمة حيدر.